طبعاً هي بالنسبة لي رمز كبير، الفنانة الرائعة، نجمة الوطن العربي والمسرح العربي بلا منازع، جميلة المسرح سميحة أيوب، سيدة المسرح الأستاذة النجمة العربية الكميرة سميحة أيوب، كلمة لسيدة المسرح. معقول وانت على خشبة المسرح ما نسمع منك كلمة؟ لا، أنا عايز أقول إن أنا سعيدة جدا جدا الليلة إن أنا شايفة الجمع الجميل ده والتظاهرة الجميلة دي، واللي قلما الواحد بيقابل الوجوه اللي الواحد بيحبها واللي حاسس إن هم بيحبوه برضه. ربنا يديم الحب بينا كلنا، وكل سنة وانتم طيبين.